قرب عيد ميلاد وكل واحد رح يعيد حسب العادات والتقاليد يلي ربع عليها، بس مين قال انه ما بيتغيروا من بلد للتاني؟ لبنان بينفرد بزينة المغارة بالحبوب يلي بنزرعها بالقطن على عيد البربارة، وبلبنان العيلة كلها بتجتمع ب 25 الشهر على الغدا، ومن المأكولات يلي بننفرد فيها الرز على الدجاج يلي مع الوقت استبدل بالحبش، والمغلي يلي عادة بيتقدم وقت يخلق مولود جديد وبها نهار ولد المسيح. بإيطاليا العيد بيمتد على 3 أسابيع، ببلشوا بالنوفينا أي 8 أيام قبل الميلاد، وقت الأولاد بيبرموا على البيوت وبيغنوا أغاني العيد. ليلة الميلاد بيقدموا البانيتوني يلي هو كيك على زبيب. نهار الميلاد كل بيجتمع بساحة الفاتيكان لمتابعة قداس الحبر الأعظم. أما بأمريكا فبيزينوا باب المنزل بالمسلتو يلي بيجلب الحظ لكل شخص بيقطع من تحته، وكل اثنين بيلتقوا من تحته لازم يبوسوا بعض. أكيد الحبش والبط هن من أطباق غدا الميلاد. بالبرازيل باباي نويل مثل ما بيسموه بيجي بتياب من الحرير لأن الطقس بيكون كتير شوب بهالفترة، وباعتقادهم باباي نويل بيجي من جرينلاند. بليلة الميلاد الألعاب النارية بتضوي سما ساو باولو وريو دي جانيرو، وبفنلندا معظم الأشخاص بيعتقدوا إنه سانتا كلوس عايش بشمال البلد، لهيك بيوصلن من كل أنحاء العالم رسائل من الأطفال. مين قال ما صار فيكم تتابعوا تقاليد غيركم؟ أنا قال شوفكم بكره.